1878. الله يبارك. الحمد لله تحصلت على معدل 18.78 بعد جهد جهيد وتعب وعناء لا يكد من الجهد. أهدي هذا النجاح لوالدي الذين تعبوا وصهروا الليالي معي للحصول على هذا المعدل المشرف. يعني إن شاء الله ربي يخليهم لي. بتوفيق من الله تعالى تحصلت ابنتي على معدل جلد جد ممتاز وهو 18.78، وهذا لم يأتي عبثا وإنما نتيجة جهد جهيد طوالة السنة كاملة، والحمد لله رب العالمين. مبروك على التلميذة بالزاحبتي هي المعدل 18.78، يعني بعد جهودات كبيرة ووفقها ربي إن شاء الله وشرفت بويها وامها وشرفت العائلة تاعها، وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله ويلحقها وراه يتحوز ان شاء الله تولي لنا طبيبه دكتوره كبيره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عيطوا لي من المؤسسه، مؤسسه سيد روحو. ما امنتش مخي باللي نجحت، ما قدرش نوصف لك الفرحه اللي راني فرحانه بها. الحمد لله يا ربي الحمد لله. فرحه لا توصف، فرحه عارمه. في الاول ما قريتش، بعد كي زيرت روحي وخلاص وقررت نجح، والاخر نجحت الحمد لله. فرحت ماما، فرحت عائلتي. اهلا سحر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. هل سمعت الخبر؟ لقد تحصلت. لقد تحصلت على معدل 19.74، ومع الاسف ما لقيناكش هنا في، وللأسف ما لقيناكش هنا في بريان. اتصلنا بك عبر الواتساب لأهنئك باسم قطاع التربية في غردايا وباسم سكان غردايا وباسم الجميع، وأقول لك ألف مبروك. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. بالطبع أشكر أمي وأبي لأنهما كانا سندا كبيرا جدا، سواء ماديا أو معنويا، خاصة أبي، خاصة أمي، أيضا جدتي الفيزا أشكرها جدا جدا جدا. شكرا. هل أقول لك الخبر الثاني؟ من فضلك. أنت بالتأكيد من العشر الأوائل عبر الوطن، وممكن أفضل.